مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. يشرح اليوم هو عن هواتف الآيفون وتحديدا عن مشكلة تواجه كثير مستخدمين وهي تم تعطيل حسابك في أبل ستور وآيتون. بدي أشرح لكم الأسباب والحلول. طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية هذه المشكلة تواجه كثير مستخدمين لهواتف أبل، والسبب أنه استعمال حسابات مؤقتة أو أنه اكتشاف أي شيء مشتبه على حسابك، أنه أحد راد يخترقه، فللأسف تظهر عندك هذه المشكلة. في بعض الدول اللي بيها شركة أبل تقدر تروح على شركة أبل ويصلحوا لك إياها مجانا، يقفلون هذا الحساب. وانت كن عملت راح أترك رابط بصندوق الوصف حساب أبل خاص بيك برقم هاتفك، وذاك الوقت انت تبدله مرة واحدة، راح ينطوك يوقفوا لك إياه، يرفعون المشكلة وتقدر تبدله الحساب. فطريقة الاتصال بيهم راح أشرح لكم الطريقتين. الطريقة الأولى اتصال على دعم أبل. الطريقة الأولى أنه أنت منزل هذا التطبيق، تطبيق الدعم، وراح تدخل على الهاتف مالتك وتنزل هنا المزيد، وتروح تنزل على هنا أبل ستور، وهنا تختار هنا الاتصال، وراح أو دردشة طبعا راح تتفاهم ويا شركة أبل عن المشاكل اللي تواجهك وراح يحلوا لك إياها. الطريقة الثانية للأسف طريقة مو مجانية، انه راح تتواصل ويا شركة ابل عن طريق ارقام الهاتف اللي موجودة. مثل ما تشاهدون اذا دخلنا على متصفح في جوجل راح تشاهد الدول الموجودة هنا: الولايات المتحدة، امريكا، اوروبا، افريقيا، واسيا، والشرق الاوسط. لو نزلنا هنا راح تشاهدون امريكا اللاتينية، راح ننزل الى الدول العربية، دول الشرق الاوسط. الشرق الاوسط مثل ما تشاهدون البحرين، الكويت، لبنان، عمان، قطر، والمملكة العربية السعودية. للأسف كثير متابعين يتصلون على رقم الإمارات، يعني للأسف ما يردون أو خطأ، لكن أنا هنا يوم أمس أحد المتابعين اتصل على هذا الرقم مثل ما تشاهدون، المملكة العربية السعودية. هذا الاتصال أنا طبعا هذا الرابط راح أتركه بصندوق الوصف، ومثل ما تشاهدون المتابع اتصل على هذا الرقم اللي موجود على نفس الرابط، وجاوبت أحد الموظفات بشركة أبل، وفي اليوم الثاني انحلت المشكلة عنده. فهذا الرقم موجود، تقدرون تتواصلون ويا شركة أبل. للأسف الدول اللي ما بيها أبل ستور. أتمنى أمانة على كل واحد دخل على هذا الفيديو واستفاد منه الإنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ساعدوني لتستمر القناة. تحياتي. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، أنا حاضر. شكرا للجميع، مع ألف سلام.